الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جميل جدا أن نتحدث في هذه المناسبة التي أشرقت أيامها على ربوع أمتنا الإسلامية، لأن أيام شهر شعبان كما أخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تقول إنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيناه استكمل صيام شهر إلا رمضان. يعني رمضان هو الشهر الوحيد الذي صامه كله، أما باقي الشهور فلم يصمها جميعا. وما رأيناه استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيناه في شهر أكثر صياما من شهر شعبان، كان يصومه إلا قليلا. لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ هناك حكم في سبب كثرة صيام الرسول صلى الله عليه وسلم في شعبان، منها ما استنبطه بعض الفقهاء، ومنها ما وردت به السنة الصحيحة، لأن أسامة بن زيد لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب كثرة صيامه في شهر شعبان أجابه بقول ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، دي نمرة واحد، وشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، دي نمرة اثنين. نمرة واحد يغفل الناس عنه يعني إيه؟ قال لك لأن أيام الغفلة التي لا يتنبه إليها الناس تكون العبادة فيها مضاعفة، لأن صاحبها لا يقصد بها إلا وجه الله. الله. مثال ذلك صلاة التهجد، الناس نيام، كل في بيته وفي مرقده وفي نومه وفي راحته، فإذا ما استيقظت وأخرجت نفسك من هذه الراحة وتوضأت ونصبت أقدامك وتوجهت إلى ربك والناس نيام، كانت هذه الصلاة تركا للهجود، ولذلك سميت بالتهجد والنوم والراحة، وتقبل على الله والناس في غفلة وفي نوم. فلذلك أعد الله لأصحابها ما حدث عنه في القرآن من قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله الله. لأنها أوقات غفلة. فكذلك بين رجب ورمضان يأتي شهر شعبان يغفل الناس عنه. شهر رجب طبعا من الأشهر الحرم، الناس بتديله اهتمام كبير. شهر رمضان طبعا فيه من الخير وفي ليلة القدر، فيأتي شعبان في الوسط شهرها. فالشهر الذي يغفل الناس عنه يضاعف فيه العمل. الله. ويتنبه فيه أهل الإخلاص. الثانية، الحكمة الثانية، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لماذا؟ لأن الصيام عبادة لم يتقرب بها أحد إلى الله، إلى غير الله، بل هي العبادة الوحيدة التي يتقرب بها المتقربون إلى رب العالمين. الصيام كمان بيبقى سر بيني وبين ربنا. نعم.